الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عشنا لحظات شيقة وممتعة مع الحفل الافتتاحي للمؤتمر المحلي السابع لفرع تيفلت، الفرع النشيط، الفرع المتميز. هذا المؤتمر الذي يصادف الذكرى 20 لتأسيس هذا الفرع، 20 سنة من العطاء المتميز في هذه المدينة، ومن التفاني لخدمة الطفولة بهذه المدينة. وطبعا نحن في جمعية رسالة التربية والتخييم نعتز بهذا الفرع المتميز بعطاءاته وأدائه ومربيه وأطفاله. حقيقة ديما تشرفونا وتكونوا حاضرين معنا في الأنشطة الوطنية والجهوية والمحلية. وطبعا نحن في جمعية الرسالة نراهن على الطفولة المغربية، ونسعى دائما إلى يعني العناية بها مع الشرفاء وجمعيات المجتمع المدني، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه البلاد ديالنا ويحفظ وليداتنا ويحفظ الناس المعقولين. ومرة أخرى تحية لفرع تيفلت على عطاءاته، تحية إجلال، تحية تقدير، تحية تميز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.